أحب وأنا أمشي في المطر حتى لا يعلم أحد أنني أبكي. يمحني. وأنا أحب أن أمشي في البحر حتى لا يعلم أحد أنني أعمل بيبي. يلا يا حبيبي قوم عشان تروح المدرسة. يا أم النهاردة الخميس يعني يوم مش مهم. أول حصتين علينا ألعاب، بعد كده علينا رسم، بعد كده أنا احتياطي عشان مس أمل بتتجوز. يلا بقى روح نام يا أم، روح نام شوف أنت رايحة فين. يلا أصبح انت يالا روح صح اخوك يلا عشان نفسك. من عينيا. عندك راح فين؟ يا عم راح اصلي الجمعة. يا ابني انت احول، انت مش شايف الجو بره عامل ازاي؟ يا اسطى ريح كده دلوقتي ولما تصحى بقى صلي الظهر. ماشي. انت يا حيوان صليت النهارده الجمعة؟ اه جمعة؟ اه يا حبيبي صليت ودعيت لك كمان. دعيت لي اه. الشيخ كان بيقول النهارده في الخطبة؟ ايه الشيخ الشيخ النهارده كان بيحكي عن الصدق، وكان بيحكي عن عواقب الكذب الوخيمة. الكذب؟ كذب يا ابن الكدابة. لا والله العظيم لا لا ماليش دعوة، هو الشيطان ابن الجزمة. نو 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 نو. الله الريحة الحلوة دي الريحة بتاعتي. ايه ده؟ مين اللي خلص الريحة دي؟ والله العظيم انا رشيت رشة واحدة. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميك ويثبتك على اللي انت فيه ده يا ابني يا رب. حبيبتي والله يا امي انت مديني الباور ده. حسبي الله ونعم الوكيل، اشوف فيك يوم يا بعيد. الهي يا رب ما توعى يا رب، شيل كل المواد يا رب، الحق قوي اشكالك واجيب انا منين؟ انا كوبايه احب الاقي فلوس في الشارع. والله لا انت جايب لي طقم غيرها. هات الشاحن. لا يا بنت بقول لك هات الشاحن. لا يا بنت القلب يا بنت الحب يا بنت الشوق. بتجيبي لامك؟ ده انا هظبطك يا بنت. سبتيه نذاكر بقى. يا نهار اسود يا نهار اسود، ما انا قاعد بقالي ساعه ونص عمال اتمرقع، محدش معبرني بالجزمه. يوم ما اجي اذاكر يدي لي كل ده. علي حسن مصر احمد. الموضوع سهل، هيقول اسمك تقول نعم وخلاص. هقول بصوت عالي. زياد محمد. ما تتوترش ما تتوترش. قيصر. انت فين القيصر؟ ايوه انت يا زفت، قوم اغسل مواعيدي بدل ما والله اكسر الموبايل ده فوق دماغك. يا هادي النيله. حسبي الله ونعم الوكيل. ميه قطعه يا امي، ميه قطعه. اغسل مواعيد بيه انا بقى. لما ميه تيجي بيقولي ايه اكتر ماده بتحب تذاكرها يا اسطى عشان نبدا بيها؟ ولا ماده يا اسطى. ولا ماده؟ اه. ولا فيزياء؟ اه. ولا رياضه؟ اه. ولا انجليزي؟ اه. كده احنا ساقطين يا اسطى. اه. يا ابني ما جيتش النهارده ليه؟ معلش يا اسطى تعبان. ده محمد صلاح النهارده جه لعب معانا في الالعاب يا راجل، وميسي شرح لنا في حصه الرياضه. لا والله. وجاستن بيبر وفرقه بيتسكم غنوا في الفسحه. احلف او ربنا. يا نهار اسود، ولا سؤال عارفه حتى صح وغلط هتقضي فيها مع ذكر السبب. مع تمنياتنا لك بالنجاح والتوفيق. هي النعمه، النجاح دي تبقى امك وتوفيق ده يبقى جوز امك. انت بتقول ايه يالا؟ لا استاذ والله ما بقولش حاجه. ثلاث حاجات هموت ولا لهم حل. اول حاجه، ليه دايما بفتكر كل الاغاني وانا بذاكر؟ مين جد احمد قلت نفسي. تاني حاجه، ليه كل خمس دقايق اروح التلاجة وما بلاقيش جديد؟ تالت حاجه، ليه دايما لما بقعد اذاكر اسرح في الكلام ده وما بذاكرش؟ انت برج ايه يا حلوه؟ انت برج ايه؟ انا برج ايه؟ انا بلا فخر برج الصرصور. برج الصرصور يبقى تاخدي بالشبشب. ينفع كده؟ فقعدتني في الكرسي. طيب لو كاميرا ماشي اوكي. هشوفها 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 هشوفها. ليلو انا مكسوفه من مين بنت الكلب دي؟ مكسوفه من مين؟ سامو كاو مربي الحي. انا هفضل سنجله لحد امتى؟ انا هفضل سنجله لحد امتى؟ بدري ما بتكلميش ولاد. كنت تكلمي ولاد على الاقل يوم الفالنتين يجي لك هدايا وبعد كده اعملي لهم بلوك. بقول لك ايه، بتعرف تتكلم انجليزي ولا مالكش فيه؟ ماليش ايه؟ انت عارف الكلمه دي لو اتنطقت انا هعمل فيك ايه؟ ايه يا ابني، انا في الانجليزي ما فيش زيي، انا ممكن اترجم لك اي حاجه في الانجليزي. وريني وريني. طب خد يا معلم قول لي معنى الكلمه دي. بص يا معلم،
كونجراتوليشن. انا عارفها. بص الكلمه دي اصلا اللي هي يعني بتقول بص خد يا مين اللي اخذ ازازه الرز بابا اللي في الثلاجه امبارح؟ مين اللي كان انت؟ مفيش غيرك انت وامك. بص على الدعي بص على الدعي بص على الدعي اطلع بره اطلع بره اطلع بره. ايه دي يعني؟ مش معقولة يعني، مش معقولة. هينفع احكي لك؟ بس احكي لك. قالت لي انا عايزة هدية ما كنتش اتخيلها، واول ما اشوفها يغمى عليا. ايوه يا عم. وجبت لها ايه؟ رحت جايب لها ابوها. دي برشامة؟ اه فعلا برشامة. الواحد مصدق اول الايام دي. ده عناد بقى. هات الورقة. لا ورقة ايه؟ ده خدها من امي قايلة لي ورقة الامتحان زي الباسك زي الباسك. لو اتاخد منك ما تجيليش البيت.